ميشيل حايك يفجع بتوقعاته دولة عربية في 2024. مرحبا بكم متابعينا الكرام، هذه حلقة جديدة ومدوية من حلقات قناة الأبيض مع نوستراداموس العرب ميشيل حايك. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. جانب أساسي من النزاع الروسي الأوكراني سيكون بآية عربية تنقلب هذه المرة، والشرق يساعد الغرب. بعض الكنائس والرموز الدينية بروسيا وأوكرانيا يتحول أهداف وأهداف مضادة، وطرف يخص بوتين يبشر أعداءه. رئيس الأركان الروسي هدف دائم مفتوح على كثير من الاحتمالات. انحراف الأنظار عن موسم الرياض نتيجة حدث مفاجئ جدا. أجندة القيادة السعودية دسمة ومليئة بالتطورات السياسية والأمنية، وتستدعي تأهبا وتحركا وضربا بيد من حديد. سؤالان كبيران في السعودية: من سيكون ولي العهد الجديد؟ ولماذا سيكون ولي عهد جديد؟ وتركي الشيخ يقود معركة في وجه الحساد، التعصب ينتقب من الانفتاح. سفيرة السعودية في أمريكا لن تبقى فقط في هذا المنصب. حجر الكعبة سيعبر عن شيء جديد بحدث متصل به. محمد بن سلمان يجري مواجهة ومصالحة في أوان واحد. الحزن يكثر زياراته للعائلة المالكة في السعودية. انتفاضة استباقية من محمد بن سلمان لقطع الطريق على كل جديد بملف جمال خشقجي. الملك سلمان في أوج مرحلة تتداخل فيها الحقائق والشائعات. مبنى سعودي يخطف الأنظار. غليان بسيط داخل أسرة الملك. عنوان الضجة في السعودية تراوح بين التصفية والإعدام، وتسرب واحدة من محاولات الإطاحة بالعرش السعودي للعلن. الإمارات ستودع شخصية عظيمة، خطوة إماراتية تركية غير مسبوقة. إشارات إيجابية حول الجزر الإماراتية المتنازع عليها. التنافس الإماراتي والسعودي سيكون مجال تعاون وتقدم للبلدين. تغيرات مذهلة في الطقس الإماراتي. توقع ميشيل حايك في العام الجديد 2024 للدولة السعودية أن تحصد فيها المرأة كؤوس وميداليات ونقاط وأهداف وبطولات رياضية، كما توقع للفنان راشد الماجد أن يواصل تقدمه، وفي المقابل ستكثر الرهانات على الفنانة أصالة بسوريا، وتنحرف الأنظار لبعض الوقت عن موسم الرياض. أجندة القيادة السعودية وفقا لتوقعات ميشيل حايك 2024 ستكون دسمة ومليئة بأحداث وتطورات أمنية. توسع في المشاريع السعودية واستثمارات عملاقة بعالم الطيران. تنبأ خبير الفلك اللبناني ميشيل حايك بتطور الرياضة السورية وخروجها من العتمة إلى النور لتسجل أكثر من هدف. ثنائية سوريا ومصر بالخط العريض وبخط أعرض ثنائية الأسد وأردوغان من دون سابق إنذار. الجيش السوري سيجد نفسه أمام امتحان عسير، لكنه يغير المعادلات. تتعرض أسماء الأسد لسلسلة مخاطر. سيظل علي المملوك رجل الفجأة والمفاجآت بسوريا. بشرى شقيقة رئيس الأسد من الباب الخلفي إلى الواجهة. عواصف غير طبيعية ستضرب طرطوس من فوق ومن تحت. رتبة إيرانية تتصدر المشهد السوري. تعديلات مهمة وحساسة ستعدل مسار العقوبات على سوريا. النظام السوري سيغير نظامه، والليرة السورية تقاوم لأجل غير مسمى. الرياضة السورية سوف تخرج من العتمة. الجيش السوري أمام امتحان، لكنه سيغير في المعادلات. عواصف غير عادية ستضرب طرطوس من فوق ومن تحت. ردة فعل سورية موجعة ردا على عدوان إسرائيلي. أرى إشارات مبهمة لشيء يشبه الشؤم واللعنة والنحس على الرئيس بايدن ونائبته. أحداث غير مسبوقة في أمريكا يوليها طابور خامس يحاول أن يحملها للرئيس السابق دونالد ترامب.
ثورات تعكر أجواء أمريكا مصدرها عالم كرة السلة، مفاجآت تقترن للوهلة باسم إيلون ماسك، فيض سمين في حديقة البيت الأبيض، وحجم الانتظارات يجعل من أوبرا وينفري في حالة تأهب، ويخسر شارع في مانهاتن نيويورك علامته المميزة لبعض الوقت، توم كروز بين الشهرة والصدمة، قصة غريبة في نيويورك تحديدا بكنيسة سانت باتريك وحرمها، أرى إشارات مبهمة لشيء يشبه الشؤم واللعنة والنحس على الرئيس بايدن ونائبته. لبنان، الحريري يستخدم علم النفس لخوض معاركه السياسية، بشار الأسد يفاجئ السوريين وغيرهم بحل كبير بأسلوب قاس وصادم يشبه العقوبة، ستفرض الإقامة الجبرية على عدد من الوجوه والشخصيات. يصارع نادر الحريري الارتدادات التي ستتجمع وفق أيامه. حصانة مرنا الشالوحي برسم اهتزاز صغير. كوماندوس قضائي والعملية لن تتوقفوا عن عقلية التهديد. أردد على مسمع مروان حمادة مطلع أغنية للراحل وديع الصافي لوين يا مروان. سيناريو الدرونز التي توجهت إلى بيت الكاظمي سيتكرر في لبنان بمشاهد مختلفة، وسنقرأ أكثر من ورقة نعوة رسمية وإعلان حداد لأيام. مع كل أدواره ونجاحاته يتلقى إبراهيم كنعان إشارات مقلقة. كادر الصورة سيكون صغيرا على المشهد الشمعوني بكل أحداثه. ترايسي شمعون من معركة إلى معركة. إعصار أرثوذكسي كنسي وشعبي والنتائج دقيقة وحساسة. الخطر يلاحق وجوها إعلامية ومقدمي برامج من مكان إلى مكان حتى داخل الاستوديوهات. موجة استنكار في خلدة أعنف من كل ما هو سابق. قرار شجاع ولو مكلف يأخذه طلال أرسلان. المجتمع الدولي والمدني لن يسمح له بالاجتماع، ومع ذلك سيخرق على أكثر من جبهة وسيسجل نقاط كثيرة. أعمال مشبوهة تخص المناخ الزحلاوي، ما لم يحدث سنشهده في سجن رومية وغيره من السجون اللبنانية. يتصدر بصورة طارئة بيان عاجل عن المطارنة الموارنة ببنود مصيرية مفصلية وتاريخية تخص الرأي العام. أسمع نداء استغاثة من داخل المجلس الدستوري وأراه مخروبا. البهائيون كلمة ستكبر وتتوسع وتنتشر انتشارا كبيرا. أجواء غير صافية في مستشفى الرسول الأعظم وأخرى في جامع الرسول الأعظم. مسرح المدينة يفجر قضية واسم الأشقر في الواجهة. الدساتير والقوانين برسم التعديل والتغيير، وأن الزواج المدني سيكون مسموحا في منطقة وممنوعة في منطقة ثانية. طوائفنا 18 راح تشهد تغييرات جذرية، الأبرز أنه هالطوائف راح تحاول أو تحول عنا صبغة الطائفية. العملة، العلم، النشيد الوطني راح يكون مواضيع جدلية وخلافية واختلاف حتى مساحة 10452 كيلومتر. رح يطرأ عليه تعديلات واضحة. البارز والفريد من نوعه أن كل مغترب لبناني سيشتاق للبنان وهو يتعاطف ويحن على اللبنانيين غيره. هالتجربة التي يتوقعها ميشيل حايك للبنان غدا والتي يجهل صراحة حقيقة قانونيتها وشرعيتها سيكون اسم المدير اللبناني وبمعزم صنع في لبنان، بس صنع في لبنان. إلى هنا متابعينا الكرام نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لكم وإلى اللقاء.